السلام عليكم، انا ماريا. اليوم بدنا نعلمكم، يعني نحكي لكم كيف ندمج الاشياء التطويرات. شوف هدول اسمهم تطويرات، كيف ندمجهم مع السيف، الاكس، البيكاكس، الشفل. هسه منفرجيكم. اول اشي منجيب هدول الأغراض اللي بنحتاجها، وإذا بدنا نطور دروع نطور، بس هسه ما في وسعة عشان نقدر نطور. ولا في وسعة، بحط بجيبتي الأشياء وبحط التطويرات. وهسه احنا هسه بدنا نحط الاشياء هون عشان شو اسمه، يعني نعمل تطويرات. شوفوا هاي اسمها شوفوا هاي التطويرة احنا بنحكي عنها، هاي اسمها تطوير فورتشن 3 1، واذا بدكم 2 واذا بدكم 3. بدنا 3 فورتشن 3، وهاي طبعا بتنفع لل شو اسمه، بتنفع للاكس عند البيكاكس. هاي اسمها انفيل، بنحطها هون. بنحط هذا، منحط هذا البيكاكس، ندمجه بيطلع بيكاكس. نضل ندمج هدول مع بعض، بعدين بنجيب. هي صار ال هي صار ال البيكاكس مطور. بس احنا خلينا نعمل زي هيك ونجيب تطويرات. طبعا هاي التطوير اسمها فيرست باك، احنا بنحكي عن فيرست باك. يعني هدول التطويرات زي كانهم يعني معروفات هدول. وهسه وين تطوير فايرس بك؟ نحط كمان هاد، هدول يعني تقريبا التطويرات نصهم للسيف، مو نصهم يعني منهم للسيف ومنهم مو للسيف. نجرب ندمجهم مع بعض. زي هيك عم بيطلع تطويرات أكتر. صارت عنا 31، خلينا نجرب على السيف. والله زبطت. اشوف اول اشي على الاكس بتزبط، على البيكاكس لا، على الشفل لا. خلينا نحطها على الاكس. هسه صار عنا تطوير للاكس وتطويرة
للبيكاكس وتطوير السيف، وهسه بدنا للشفل. ترى هاي التطويرات يعني أنا بعرفها. نجيب هون هاي التطويرات اللي للشفل بعمل بعرفها، بس لازم ندمجهم مع بعض عشان تطلع التطويرة. يعني أنا أتوقع أنا راح تيجي للشفل، بس أنا يعني أتوقع كان هاي للشفل. بسم الله، إيه كلام صحيح للشفل. خلينا نشوف التطوير. واو رهيبة. هسه في تطوير للدروع، هاي التطوير يعني كويسة، بس يعني في أكتر منها كويسة. هاي بتنفع لكل الدروع. هايها شوفوا، هاي قوية يعني، بس مش كتير. في أقوى منها لسه، أنا ما بعرف شو اسمها الأقوى منها. صار عنا التنان، ضايل بس تنان. نعمل هاي هيك، نحط التانية هيك. نجيب البنطلون نحطها على البنطلون، ونجيبها على البوط. هيك صار عنا كل دروع. شوفوا مثلا، شوف هذا الخروف مثلا بدي اموته. شوفوا كيف بينضرب بضربة واحدة وكمان بينحرق. شوفوا مثلا انا بدي ايش، بدي هاي دجاجة، بضربها بتطلع لي أكل مشوي عشان انحرقت. يعني زي كأني حطيته بالفرن وشويته، يعني بدون ما أحطه بالفرن. بجيب هاي التطوير اللي اسمه فاير سباك، بدمجها مع السيف بينحرق الإشي مثلاً زي هيك. شو كنا بدنا احنا؟ وبدنا كمان نعمل بيت حلو كتير. أول شي منجيب هاد الجولد اسمه، وهذا اسمه دايموند، وهذا درج، هذول اسمهم درج. بختار أنا هذا. شوف هاد، لا مش حلو، في أحلى منه اللي هو هذا. يدي صارت لا، خلينا نعمل. هاي احنا نايمين هسه. شوفوا اول شي بنحط الدرج، لا كلهم زي هيك، بدنا واحد احسن. في واحد حلو انا بعرف هسه بتشوفوا اللي هو هذا. هاد حلو كتير، خشب. يعني انا من زمان ما عملت درج الخشب،
كنت أعمل درج تاني، نوع تاني. في مرات بكون في تطبيق، عندي منزل تطبيق بلوكات الدايموند زي ماينكرافت والخشب والشمع. يعني أنا ما بعرف شو هذا التطبيق، يعني ما بعرف كيف نزلته، كان منزل. بعرفش يعني مين اللي نزله، أنا لحالي شفته واكتشفت هاي الشغلة. فهسه خلينا نبني بالبيت هذا، مو هذا درج، مو البيت. هسه بفرجيك البيت. أول شي طير زي هيك، تكسر هاي البلوك لأنه غلط، تعمله زي هيك، بتحطه هالقد بلوكات، 5 بلوكات مثلا، هاي 5 بلوكات، من هون 5 بلوكات، وبعدين نيجي هيك زي هيك، والتانية نفس الشي. نعمل نيجي هون، بس أول إشي بدنا نجيب باب، الباب اللي هو هذا، أنا بدي أختار هذا، نحط هون باب، نحط هون، نحط هون، شوفوا هذا الباب، وهون باب. أول شي بنحط هون باب، وهون باب، وهون باب. بعدين إيش؟ بنجيب هون، نعمل زي هيك، بنجيب مربع، بنعمل زي هيك هذا المربع، ومنجيب كمان مربع، نعمل زيه، زي هيك. ونسكر هاي دي هيك. ترى هذا البيت خرافي، نعمل هيك، وبعدين ايش نحط على الجهة التانية نفس الاشي. ولا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشتركوا بقناة سارة ماريا بالعربي وسارة ماريا بالإنجليزي. بس طبعا يعني لسه ما خلصناش البيت، واشتركوا بالقناة. عم نبني بالبيت هسه احنا، قاعدين نحط بلوكات. عم بعمل الحيطة، هسه هون عملت مكان غلط. الجهة التانية نفس الاشي، زي هيك. نعمل هيك أول اشي.
حامل غرفة نوم وصندوق وكرافتنج تابل وفرن وغرفة للمطبخ اللي هم الأفران. هسه بنكون خلصنا بيتنا وبس ضايل نعمل هيك. بنفوت على هاي الغرفة بنلاقي زي هيك، طبعا راح اسكر من هون جهة من هون جهة زي هيك. بس هذول زي هيك زي ما انتو شايفين عم نبني. هسا الدنيا مو ضوية، خلينا نضوية. هذا اسمه شمع، بنحطه هون بالتضوية الدنيا. صارت حلو هيك، وبعدين نحط هون الصندوق وهون كرافتنج تابل. طبعا الصندوق والكرافتنج تابل لحال، ليش؟ لان راح اعمل مطبخ، اكيد راح يكونوا فيهم افران. في غرفة النوم يعني ما في داعي للافران، هون بيكونوا الافران. كيف احنا هسه بدنا نعمل؟ يعني احنا لما نجي بدنا نحط في هون بغرفة النوم يكون فرن، وهون بيكون في فرن. ما بينفع هيك، بس بيكون لازم غرفة لحال أفران. بس يعني هيك اللي بيكون البيت، بيكون الأشياء لحالها كلها. نعمل هيك، نعمل الجهة التانية بنفس الشيء. وشوفوا زي هيك، هيك بتصير ضوية كتير الدنيا. ونجيب بهذا طبعا، وشوفوا كمان بيطلع هون اسمه، هاي هون اسماء بالانجليزي. نعمل هيك، بنحط البلوك، شوفوا زي هيك. اما هيك بنفتح الفرن، اما هيك بنحط البلوك. شوفوا صار مرتب. أول شي بنحط هون وحدة، هون نحط وحدة، هون وحدة، بصير هذا مسكر وهذا مسكر. بنعمل هون نفس الشي، بس لأن هذول مو منطق شكلهم بضحك. حطيت شي مع الفرن، شفتوا صار هيك المطبخ. ولا تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة مع السلامة. هسه